طيب ايه هو الخبر الكاذب اساسا؟ يعني ايه وصفه يا استاذ احمد؟ هو الخبر الكاذب هو الخبر المعلومات اللي فيه هي معلومات اما مضلله او بتسعى ان هي توجه الراي العام في اتجاه على غير الحقيقه، او المعلومات اللي فيه ليها اغراض، الاغراض دي تمام تضر بالجمهور او توجههم لما في غير صالحهم. هي دي الاخبار الكاذبه اللي بيتم التداول فيها. الخبر في المعجم اللغوي لما بتضر امن او استقرار البلد. طبعا 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 الخبر في المعجم اللغوي بيعرف على انه ما يحتمل الصدق او الخطا، اما الخبر الصحفي فهو لا يحتمل الكذب او الخطا. فاحنا دورنا ان احنا ازاي نقدم محتوى يكون صادق، يكون المعلومات اللي فيه محققه ومدققه، ايه هي التكنولوجيات اللي احنا بنشتغل عليها عشان تقدر تسهل لنا هذه العمليه، عشان يكون في مصداقيه مع الجمهور، وعشان نحافظ على امن المجتمع وامن يعني امن المواطن وامن المجتمع ان هي تبقى بتصب في مصالحه.